دكتورة رضوى عاشور بالنسبة لي قيمة كبيرة جدا 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 على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي، في الأساس لأنها رمز مصري وعربي خالص، فضل دايما بوصلة وفضل دايما صادق معانا ومع نفسه، وفضلت يعني بأعمالها وبوجودها حوالينا، سواء بأعمالها الأدبية أو بمقالاتها أو بمواقفها، دايما السند اللي بنتسند عليه. وده كمان نادر جدا، لأنه للأسف في هذا الجيل كتير جدا خذلونا. دكتورة رضوى عمرها ما خذلتني، لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى العام ولا في أعمالها. هتكلم كلمتين بس عن العمل الأخير اللي هو أثقل من رضوى، لأنه عمل أثر فيا جدا جدا جدا، لأنه جه في وقت كنا شعرين بإحباط شديد جدا وبألم شديد جدا، وكان زي ما يكون دكتورة رضوى كانت بتمد إيدها عليا وبتطبطب عليا من بعيد. هي في الوقت ده كانت مسافرة وكانت في مرحلة لاحقة من العلاج بقى اللي هو بعد نهاية اللي اتكتب في الكتاب، وكنت حاسة انها بالرغم ان هي بعيد وانها ادتني شرف انها تبعت لي الدرافت بتاع الكتاب قبل ما يتنشر وانا بقراه، كنت حاسة انها فعلا بتطبطب عليا، وكنت حاسة انها يعني بتقول اللي احنا كلنا عايزين نقوله وحاسين بيه بس مش عارفين نترجمه الكلام. وبالرغم من كل اللحظات المؤلمة اللي هي اتكلمت عنها، سواء فيما يتعلق بالثورة أو بمعاناتها هي الشخصية مع المرض ومع اللحظة اللي كانت عايشاها، كانت فعلا كأنها واخداني في حضنها. فالرواية دي عزيزة عليا جدا زي كل روايات دكتورة رضوى، ودي بالأخص. أحب أقول دكتورة رضوى، دكتورة رضوى الأم والصديقة والمثل الأعلى والأديبة والملهمة والمبدعة، شكرا، شكرا لأنك موجودة في حياتنا، وشكرا لأنك عمرك ما خذلتينا، وشكرا لأنك دايما إلهام ودافع إن احنا نكون بني أدمين أحسن. متشكرة ليكي جدا جدا جدا، وأنا بحبك قوي قوي قوي.